عند حضرتك يا دكتور، وعايزين نعرف من حضرتك المبادره دي هتفيد طلبه مدارس النيل ازاي، ويعني انتوا كنتوا شايفين انه في حاجه مثلا للمبادره دي ولا اشتغلتوا عليها ليه؟ انا احب اشكركم الاول على الدعوه الكريمه ديت، وهي دي تاني مره اللي احنا نكون اتشرفنا، وده شيء سعيد جدا لينا، لانه بيتيح لينا ان احنا نتواصل مع اولياء الامور ونتواصل مع الجمهور اللي هو ممكن يكون احنا مش متشافين قوي ليه. هي المبادره جت حقيقي بتوجيهات من السيد الوزير، وزير التربيه والتعليم الدكتور رضا حجازي، في شهر يناير الماضي كان في زياره من معاليه لاحد مدارس النيل، وعلى وجه التحديد مدرسه العبور. وهو سيد الوزير قعد فيها حوالي اكثر من 4 أو 5 ساعات، قابل فيها كل الفئات المختلفه، سواء كان المدرسين، سواء كان الطلبه، اولياء الامور، الهيئات الاداريه، و سمع منهم تباحث مع الجميع. وقعدنا في الاخر خالص مع اداره وحده شهرة النيل مع سياده الوزير، واتكلمنا في الحاجات اللي ممكن تبقى موجوده عشان نطور من منظومه النيل، لانه دايما بيبقى في مساحه للتطوير مهما كان ادائنا جيد، وبيشهد ليه كثير من اولياء الامور، كثير من الطلاب، ولكن دايما بيبقى في مساحه للتطوير. احنا برضو واحنا بنتكلم على مدارس النيل الدوليه عايزين نفهم الناس النظام التعليمي في مدارس النيل الدوليه. بالظبط بالظبط، هي حقيقه انا ننطلق من ديت للنظام التعليمي. هو كان سياده الوزير كان بيطرح فكره الفيديوهات التعليميه، ان احنا نعزز منظومه النيل بمزيد من الفيديوهات التعليميه. بدانا من شهر يناير الماضي الى الان، وانتهينا الى الحد كبير جدا من المشروع، وهي ديت الفكره الرئيسيه من المبادره. انتجنا اكثر من 800 فيديو في هذه الفتره من خلال عدد مهول جدا من المدرسين، وعدد ساعات كبيره جدا بكواليتي عاليه يا دكتور، وبكواليتي محترمه جدا، واترفعت على بلاتفورم لينا لوحده شهره النيل ومنظومه مدارس النيل مخصوصه معموله ان هاوس، يعني داخل المنظومه نفسها. اترفعت كل الفيديوهات ديت لاولياء الامور وللطلاب عشان يستفيدوا منها قبيل الامتحانات. والحمد لله كان في مردود رائع جدا من الطلاب والمعلمين واولياء الامور. نوعيه الفيديوهات ديت هي مختلفه، يعني فيها مجموعه من الفيديوهات موجهه ناحيه مواصفات الاختبار. يعني دايما الطالب المدرس ممكن يكون عارف النظام الامتحان هيبقى عامل ازاي، المواصفات الامتحانيه للماده دي للورقه ديت هيبقى عامل ازاي، بس ما بيبقاش بيتم تجاهل الطالب في هذا الامر. كان الهدف الرئيسي من الجزئيه ديت ان احنا لا نفهم الطالب انت مواصفات الاختبار بتبقى شكلها عامل ازاي، زي البروفا كده للامتحان، اللي هي السكيلتون، التمبلت، الاطار العام للامتحان، اللي هو معتمد من كامبريدج، لان احنا كل امتحاناتنا هي امتحانات على مواصفات كامبريدج المعتمده من خلال التست سبيكس دوكيمنت او وثائق مواصفات الاختبار. فكان الفيديوهات احد الانواع ديت. يعني احنا بندرس في مدارس النيل بطرق التدريس التابعة لجامعة كامبريدج، ولا ايه العلاقة؟ اللي هو بس تعاون في الشهادة او في الاعتماد، عايزين الناس تفهم اكتر عنه. سؤال جميل جدا. هو كامبريدج بالنسبة لشهادة النيل هي الشريك الاجنبي اللي يتم من خلاله انتاج المناهج. يعني المناهج اتعملت من خلال كامبريدج، الشهادة والاختبارات بيتم برعاية كامبريدج، وخاصة في من اول جريد 9 وجريد 10 و11 و12. اما فيما هو قبل جريد 9 من اول 4 لغايه 8 بيتم من خلال وحده شهاده النيل الدوليه، برضو بنفس المعايير. باشراف من كامبريدج ولا من غير؟ بنفس معايير كامبريدج، وكامبريدج بتشرف علينا بالفعل بزيارات دوريه، بتجينا ايام الامتحانات، بتيجي بتشوف الامور ماشيه ازاي في المدارس. لكن الاداره دكتور هنا بتاعتنا احنا، مش كامبريدج. الإدارة مصرية بالطبع، بإشراف دولي. هو عشان كامبريدج تدي يبقى فيها إشراف بس، لكن مش إدارة. بالظبط، إشراف بس عشان تدي الشهادة للطالب. فيها اللوجو بتاع كامبريدج، وفيها إن إحنا ككامبريدج بنقول إن الطالب ده يستحق ياخد الشهادة بتاعتنا، شهادة كامبريدج اللي هي بتعاون مع وحدة شهادة النيل، لازم يكونوا بيشرفوا على كل يعني هو الطالب بياخد شهادتين ولا شهادة لا هي الشهادة واحدة بس معتمدة من كامبريدج ووحدة شهادة النيل. يعني بسهولة ينفع يكمل بالظبط
بالظبط بالظبط. وفي عندنا طلاب كتير موجودين في جامعات مختلفه، وكمان مش رايحين عشان بيدرسوا يعني بفلوسهم، لا بياخدين منح في جامعات كتيره جدا. يونيفرستي. طب ده يرجعني للامتحانات يا دكتور، الامتحانات بتيجي من جامعه كامبريدج ولا هنا احنا اللي بنحط الامتحانات ولا مدارس نيل؟ الامتحانات بتاعه جريد 9 و10 و11 و12 ديت بتنتقى من كامبريدج، من هيئه كامبريدج. وكانت قبل كده كامبريدج هي اللي بتحط الامتحانات من اول جريد 3 حتى كان ساعتها. بس مع الوقت احنا خدنا تدريبات من خلال كامبريدج، والكادر المصري بدا ياخد الجريدز اللي هي الادنى من اول من 3 و3 اتلغت، بس دلوقتي 4 5 6 7 بالتوالي لغايه لما وصلنا لجريد 8.